رئيس الإسلام نعيم، أنا اللي كان الأوفيس هناك. النهارده عاملين الإيفنت ده لتاني سنة على الطريق. الإيفنت بدأ النهارده من الساعة 10 الصبح تقريبا، هيخلص النهارده الساعة 4، حوالي 21 شركة. عندنا 2 مين سبونسرز، شركة فودافون، عندنا سيلفر سبونسر كمان هي شركة AAW. عندنا الشركات اللي موجودة معانا النهارده بتكفر معظم القطاعات المهمة في كلية هندسة، زي ميكانيكال انجينير، باور وهكذا. في وايد يعني فرايتي من الشركات الموجودة لوكال مالتي ناشونال. النهارده برضه احنا عندنا فلو عالي قوي، لانه عدد الفرص اللي موجودة سواء فرص الشغل او فرص التدريب موجودة في مصر. فاحنا شايفين انه في فلو عالي، سبيشالي في بريك دلوقتي يعني، ناس يعني مقبله جدا الحمد لله. النهارده عندنا 21 شركه، عندنا 2 مين سبونسرز منهم و19 شركه عليها. مثلا ممكن شركتي توفر كام فرصه عمل ولا؟